الفنانة المتألقة سناء مرحتي والفنان خليفة ضيفي حلقة اليوم في صباحية الدزام في فقرة الدردشة. غادي نتلاقوا معهم بعد قليل. غادي نتكلموا كذلك ونطرقوا لتجويد مياه الاستحمام في شواطئ المغرب 2022، موضوع فقرة بيئتنا مع الدكتور فؤاد الزهراني. نبيل عياشي هو غادي يعطينا بعض الأطعمة لتحمي البشرة ديالنا من أشعة الشمس. وأخيرا حضر معنا رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب السيد هشام صبري باش نتكلم معاه في موضوع يهم العقار. الكل بعد فقرة أمومة والدكتورة نادية مزيان متوكل. مرحبا بكم معنا صباحية الدزام. ومن بعد ما قدمنا 10 ديال النصائح بالنسبه للمراه الحامل، اليوم غادي نطرقوا لعشر نصائح محدده واضحه ودقيقه لكل السيدات اللي تمروا كيف مثلا عرفوا بالعديد من المراحل على مدار الحياه ديالهم، تنعرفوا من المراهقه ونزول الحيض، مرحله الزواج، العلاقه الحميميه، الحمل، الولاده، الرضاعه، ثم مرحله انقطاع الثمث. كل هذه المراحل هذه تتحدث العديد من التغيرات الصحيه في الجسم ديالنا، ولذلك خاصها نصائح دقيقة لخصها في 10. دكتورة نادية مزيان متوكل، سلام عليكم. أهلا وسهلا. فعلا حاولت ما أمكن نجمع هذه النصائح في 10 ديال النقط. غنبدأ بالنقطة الأولى اللي كتبان سهلة ولكن مهمة بزاف، وهو نمط العيش السليم اللي كيتضمن واحد المجموعة ديال النقط. وعلاش هذا النمط العيش السليم مهم؟ باش كنحافظوا على الصحة ديالنا، باش كنحافظوا على المناعة ديالنا، باش كننقصوا من الاحتمال الإصابة بالأمراض. ملي كنتكلموا على النمط العيش السليم، فيه التغذية، التغذية السليمة اللي كلنا كنعرفوا شنو هي التغذية السليمة، ولكن في بعض الحالات كنخرجوا منها وكنديروا شي سلوكات اللي كضرنا. كاين ثاني النوم، خاصنا النوم كيعاوننا باش خاصو يكون كافي. النقطة الثالثة وهو الرياضة. الدراسات كلها أكدت أن الرياضة كتساعد المناعة ديال الإنسان. والنقطة الرابعة وهو نحاولوا ما أمكن نتغلبوا على الضغوطات النفسية وعلى لو ستريس. دونك الدراسات كلها أكدت أن هذه النقاط كتعاون الصحة ديال الإنسان. كله داخل في نمط الحياة طبعا أو ليجين دو في. ليجين دو في. النقطة الثانية، أي سيدة خاصها في المنزل ديالها خاصها يكونوا عندها واحد العبارات، واحد القياسات. الحاجه اللي كتبان سهله هو الوزن. كلنا خاص يكون عندنا الميزان في الدار باش نعبروا نشوفوا الوزن ديالنا واش مستقر اولا كيزيد ولا كينقص، ضروري. وبهذا الوزن هذا كنعرفوا طبيعه الحال الطول ديالنا باش كنعبروا لانديس دو ماس كوربوريل. وهذا لانديس دو ماس كوربوريل كيعطينا الانسان فينا نحطوه، فينا نحطوه في هذيك لاكورب ديال الصحه ولا ديال واش في الوزن والطول الطبيعي اولا البدايه ديال السمنه اولا النحافه. كينحددوا به خاصنا نكونوا بين 18 وبين 25. الا فتنا 25 يعني دخلنا في البدايه ديال السمنه، الا نزلنا 18 راه بدينا في النحافه. وحاجه واحده ثانيه كنت تكلمت عليها هو نعبروا لو تور دو تاي. الحزام ديالنا خاصو يكون قل، حنا السيدات قل من 80 سنتيم. دونك ملي البنت غادي تبلغ، النصيحه اللي غنعطيوها تبدا مع الام ديالها طبيعه الحال تبدا تراقب الدوره الشهريه كل مرة إمتى كتجي باش كتتعلم كيفاش غتحسبها. الدورة الشهرية الطبيعية كتجي على 28 يوم. إلا بدات كتعطل كل مرة يعني كاين مشكل في الوظيفة المبيض، إلا بدات كتجي دغيا يعني الشهر كيقصر كاين مشكل في الوظيفة المبيض. دونك ما نتسناوش نمشيو عند الطبيب، حيت هذه المسألة ديال الإباضة كتقدر تكون عندها انعكاسات سلبية على الصحة ديال البنت وديال السيدة من بعد. كاين الألم ديال الدورة الشهرية. كاينه الدوره الشهريه اللي كتجي بلا الم مزيان، اولا الم قليل بزاف مزيان. كاين الدوره الشهريه اللي كتبدا الالم ديالها غادي وكيتزاد وكيولي حاد، حتى البنت ما غاتمشيش للمدرسه، كتبدا والديها كيهزوها للمستعجلات. هنا ما خصناش نقولوا راه طبيعي، لا، كاين مشكل في الغالب اللي خصنا نشخصوه. ومن المشاكل اللي كنقلبوا عليها هي لوندوميتريوس. وهذا المرض خصنا نقلبوا عليه باش نشخصوه دغيا باش نوقفوا التطور ديالو، باش ما يكونوش انعكاسات سلبيه على الصحه النسائيه وعلى الانجاب بصفه خاصه.
كاين ثاني باللي البنت ولا السيده خاصها تعرف ان الثدي ديالها كيقدر يمرض، خاصنا نفحصوه ونعرفوا الحاله ديالو بالضبط. دوك في المنزل، في المنزل غنشوفوا الثدي ديالنا قدام المرايه، واش اللون ديالو تبدل، واش فيه احمرار، واش فيه انكماش، مثلا الراس البزوله دخلات، واش بزوله كبرات ووحده بقى الحجم ديالها. وكنتعلموا في الدار نقلبوا الثدي، نقلبوا الثدي، وملي كان الثدي بجوج طبيعه الحال، وملي كنقلبوا الثدي كنبداو نعرفوا الثدي ديالنا كي داير، باش حتى لا ظهرت شي حاجه غنقولوا هذه ما كانتش. دونك كاينه هاد الاول سي ساعد بانت، دونك خاصنا نولفوا حنايا من على اتساع نبداو نقلبوا الثدي ديالنا فعلا. وملي نمشيو لعند الطبيب حتى هو غيفحص لينا الثدي ديالنا، خصوصا الطبيب العام والطبيب ديال امراض النساء والتوليد. وفي ذاك الفحص غنشوفوا واش السيده ولا البنت غنعطيوها دير لا ماموغرافي الفحص بالاشعه اولا مازال الوقت ماشي دابا. السيدات ملي كيتزوجوا خاصهم يعرفوا ان عنق الرحم هو عضو اللي يقدر يمرض بلا ما يعطينا اعراض، دونك خصنا نطمئنوا على الصحه ديالو. باش بالفخوتي الفحص ديال عنق الرحم كيدار مره في العام باش كنشخصوا الامراض ما قبل السرطان، حيت مع الاسف السرطانات كلها بصفه عامه كتكون في المراحل الاوليه صامته. دونك الا درنا هذا الفحص غنشخصوا الامراض ما قبل السرطان وغنوقفوا وغنتجنبوا ظهور السرطان. وعاد السيدات بين قوسين البنات المحظوظات غيقدروا يستافدوا من اللقاح ضد الفيروسات اللي كيعطيو سرطان عنق الرحم. وتكلمنا على هذا اللقاح هذا اللي ولا متوفر وشحال هذه في المغرب. في المغرب فعلا. وعاد الحمل في الحالات المثاليه الازواج كيبرمجوا الحمل ديالهم، كيبرمجوا يعني ماشي غير عتا كيجي الحمل. علاش هذه المساله ديال برمجه ديال الحمل مهمه؟ اننا نطمئنوا على الصحه ديال السيده اللي غادي تحمل، وفي نفس الوقت بس السيدات كاملين خصهم يعرفوا قبل ما نحمل شهر قبل ناخذ لاسيد فوليك، حامض الفولي اللي بزاف الحالات بزاف السيدات كيكون عندهم نقص، وإلا كان نقص راه الجنين اللي يلاه جاي في الطريق يقدر يتعرض لاصابه ديال واحد التشوه سبينا بيفيدا في الظهر اللي كيعطي مع الاسف كيقدر يعطي اعاقه مستديمه. كنظن وصلت للنقطه العاشره والاخيره وهو نبقاو نتبعوا هذا البرنامج الرائع اللي هو صباحيه الدندام المالي المالي بالنصائح لوتيل اي لاغريابل اللي كيحشموا. كنحاولوا نساعدوا كل الامهات وكل السيدات ان نكونوا لهم ندوا لهم يد العون ونكونوا هذيك الام ولا الاخت الكبيره اللي تنقدموا لهم النصائح. ماشي كل شيء عند الام ديال ماشي كلشي عند الاخت ديالو. انا بنفسي درت هذا البرنامج لانه ما كانش عندي اللي ينصحني في ايام الحمل ديالي. فشكرا لك على كل هذه النصائح اللي تتزودينا بها دكتوره ناديه مزيان متوكل، ونقول لك الى الموسم الجاي ان شاء الله عشره سعيده ان شاء الله. شكرا لك دكتوره ناديه مزيان متوكل. بقى معنا مشاهدينا نمروا اللحظه لعند سي نبيله يشي فقره التغذيه. ولان هناك اطعمه تقي من اشعه الشمس، اليوم في فقره نصائح تغذيه مع الدكتور نبيل عياشي غادي يقدم لنا هذه الاطعمه وعرفنا عليها وورينا كيفاش تتحمينا من اشعه الشمس. السلام عليكم سي نبيل عياشي، اش اخبارك؟ كلشي في امان الله. لابس اللون ديال الاغذيه اللي تسقي. والله الا غير كوانسيدونس صدفه. شنو هي الاغذيه؟ نعم سميره، اكيد ان الجيل ديالنا هو تعتبر بين الاعضاء اللي كبيره في الجسم، تقريبا بين متر ونص متر كاري هو اكبر حتى 2 متر كاري اللي كاين عندنا في لوكور ديالنا على حسب. فتبقى هو واحد العضو اللي بطبيعه الحال تيخصنا ضروري اننا نهتموا به. للاسف وغنرجع دائما لواحد الجمله اللي لصقتيها فيا اللي دائما اصبحت تنقولها باختو، هو كولي بان عليك. وللاسف ان تنهتموا فقط تنطليو ما تناكلوش اكزاكتوم. وهنا فين كاين المشكل، هنا فين كاين الغلط، هو اننا مشينا لواحد الاتجاه ديال اننا تنعتنيو فقط خارجيا ولكن داخليا ما تنقوموش بهذه العمليه دي. في حين هذه مساله اللي هي بين قوسين خاطئه، لان ضروري خصنا اذا كنا غنعتنيو خارجيا فخصنا نعتنيو حتى داخليا، لان الداخليا فين كاين التكوين ديال الخلايا اللي تتكون البشره ديالنا. وهنا ملي تنهضروا على الاغذيه اللي عندها علاقه بالجلد ديالنا خصوصا في هذه الفتره ديال الصيف، تنعرفوا بان تعرض الاشعه الشمس، تنعرفوا بان الناس يمشيو للبحر، كاين هناك ربما البرونزاج اكسيتيرا. فكاين هناك بعض الاغذيه كذلك اللي تتلعب دور عكسي،
واللي تاهي خصنا نردوا لها البال، لان دائما سميرا المشكل اللي تنمشيو فيه هو تنتمو فقط بالاغذيه اللي غادي تعاونني باش، ولكن تنساو الاغذيه اللي غادي تخسر ليا. ملي هضرنا على المناعه هضرنا فقط على الاغذيه اللي تقوي المناعه في البدايه ديال كورونا، ونسينا الاغذيه اللي تتخسر ليا المناعه. لان هناك اغذيه اللي تقدر أكيد تفسد لنا الجوده ديال اكيد. نعطيك مثال بسيط جدا، كل ما هي مقليات في الزيت، كل الدراسات تبتات على ان كل مقليات في الزيت تتخسر لنا الكولاجين ديال الجلد ديالنا، وبالتالي ما تتبقاش ليلاستيسيتي ديال لابو. دونك هذه فقط مساله بسيطه وحده. النقطه الثانيه هو الاكثار من تناول السكريات ولا الملح. علاش؟ لان ملي تنهضروا على الجلد اول ماده غذائيه ولا اول حاجه تنهضروا على الجلد هي ليدغاتاسيون. هذه ليدغاتاسيون باش يمكننا نديروها تنديروها بالماء، وبالتالي فالشرب كميه كافيه. وما يمكنش ليدغاتاسيون تكون على من على برا، خاصها تكون من الداخل اول. ما يمكنش سامي، ما يمكنش. دابا هنا خاص الناس يفهموا خصوصا النساء، ملي تنهضروا على هاد لي كريم ديال دو جوغ دو نوي افون لابخي ميدي ابخي العصر ابخي المغرب افون الفطور، مزيان بون غادي يعاونوا على حسب الكريمات، ما بغيتش ندخل في التفاصيل لان بعض الاحيان تتبقى تكميليه. تتبقى تكميليه، وحتى خصنا نردوا البال حتى شنو مكتوب فيها وشنو فيها. لا اباز دو ماشي هي صافي دير فيها 100%، ولكن راه تيخصني ندخل من الداخل. راه ملي تنهضر على مثلا فيها البيتا كاروتين، البيتا كاروتين خصني ناكلها. ملي تنهضر على فيها الفيتامين سي، الفيتامين سي خصني ناخذها. ملي تنهضر على فيها الاوميغا، الاوميغا راه خصني ناكلها. وبالتالي فالاغذيه اللي متواجده عندنا ما كاينش هناك او غذاء بعد واحد غادي نتناولوا غيلعب ليا دور ايجابي 100%. هذه النقطه هذه ما كايناش. كاين هناك اغذيه دائما تنقولها تتكامل فيما بينها. فاول حاجه هو الماء، هذه نقطه مهمه. النقطه الثانيه هي الاغذيه الدهنيه، ولكن الدهنيات اللي غتكون الدهنيات ايجابيه الا بغينا نقولوا، ولا الدهنيات اللي هي صحيه. هنا غنهضر مثلا على السردين، ولكن السردين ما غيكونش مقلي في الزيت. اكيد هو السردين فيه المكونات الغذائيه اللي غتنفع الجلد ديالي، ولكن ملي غادي نتناولوا مقلي في الزيت ما بقاش فيه حتى شي فائده. وانا هذه فقط بين قوسين سميره تنبغي نقولها للناس، الا غياكلوا الحوت مره في السيمانه نهار السبت ما ياكلوا مقلي في الزيت غير بلاش. مقلي في الزيت ممكن مره في العام ولا مره في شهرين ولا مره في ثلاث شهور. النقطه الثانيه كاين هناك الاغذيه اللي غادي تجيب لي مضادات الاكسده اللي غتعاون الجسم. اشنو هي الاغذيه اللي فيها مضادات الاكسده؟ هنا غنبدا باغذيه بسيطه جدا، اغذيه متواجده في المتناول ديالنا. الشاي مثلا، الشاي يعتبر من بين الاغذيه المهمه بالنسبه للجلد، في حين اننا ما تنسمعوش عليه. تنسمعوا على لافوكا، تنسمعوا على الفواكه الحمراء مثلا الفخيز فرومبواز اكسيتيرا البرقوق المشماش مزيان انا فيهم بيتا كاروتين، تنسمعوا كما قلت لك على لافوكا، ولكن ما تنسمعوش على الشاي. في حين ان الشاي عنده واحد لو بوفوار اونتي اوكسيدون طالع بزاف بزاف الشاي. ما بيناش عليه. لا ماشي حيت ما داخلش في العادات الغذائيه ديال الغرب. دابا الاغلبيه ديال الاغذيه اللي تنهتموا بها حتى المعلومات تجينا من الغرب، ولكن خصنا نهتموا بالاغذيه اللي عندنا، الاغذيه المتواجده عندنا. دابا الناس تيهضروا بزاف على القهوه ولكن تنساو الشاي، في حين ان القيمه الغذائيه ديال الشاي اكبر بكثير من القيمه الغذائيه ديال القهوه. هذا لا يعني بان القهوه مضره، لا، ولكن تضر بالنسبه للجلد. شرب الشاي غير هو شرب الشاي في هذه الحاله ماشي بالسكر. اكيد غيولي شرب الشاي مهم بالنسبه للجلد بدون سكر، على الاقل واحد جوج ولا ثلاثه الكيسان في النهار. بين الاغذيه كذلك المهمه بالنسبه للجلد واللي خصها تتخذ طيله السنه وبشكل يومي، زيت الزيتون. فزيت الزيتون تعتبر بين الاغذيه ملي نهضروا على ليدغاتاسيون. يعني واش غندهنوها؟ شوف سي بغين ودهنين للاكلين، هنا خاصها تتكال، خاصها تتخاد مزيان انني ندهنها ملي غندخل في العشيه للدار الى اخره. ولكن باش ندهنها خصني نكون متاكد بان اصلا هي ما فيهاش الملحه، لان كاين بعض الحالات اللي في الطحين ديالها تيديروا فيها الملحه. هنا غتقول لي كيفاش غنعرف بان ما فيهاش الملحه؟ غنقول لك ما يمكن لكش تعرف، خاصك تمشي انت تطحنها وتوقف عليها باش تعرف بان ما فيهاش الملحه. غتقول لي ما يمكنش، غنقول لك يمكن ان في الوقيته في الموسم ديال زيت الزيتون راه ممكن ناخذ وليدات. كاين المنتوجات اللي يعني نقدروا نثقوا فيها؟ خاص الانسان يكون طحنها بيديها سميره، راه ساهل نقول لك ما فيهاش الملحه، ساهل. راه شي ناخذ الزيت عندها ديال العام اللي داز وما فيهاش الملحه، احسن ما ناخذ الزيت ديال هذا العام وفيها الملحه مثلا. لان الملحه تستعمل في الزيت، كاين اللي تيديرها في الطحين، كاين اللي تيديرها في الزيت باش يحيد ديك المذاق ديال المروريه باش تحلى واحد الشويه، وهذه كلها عادات اللي هي خاطئه. فالاستهلاك ديال الزيت الزيتون تيخصو يتم بدون اضافه ملح، والناس اللي غيديروا الزيت الزيتون لشعرهم او لوجههم ما خاصش يكون تزاد لها الملحه. بطبيعه الحال كاين هناك زيت ارغان كذلك، غير زيت الزيتون تيبقى الثمن ديالها مناسب شيئا ما مقارنه بزيت ارغان. من بعد غادي نجيو للخضار وغادي نجيو للفواكه. بطبيعه الحال هناك فواكه اللي عندها واحد لو بوفوار كبير مقارنه مع فواكه اخرى ولا خضر اخرى بالنسبه للجلد ديالنا. فاحنا الان في موسم ديال الدلاح، اكيد ان في شهر 4 في شهر 5 كنا تنقولوا للناس ردوا بالكم من الدلاح. الان غنقول للناس ياكلوا الدلاح،
يعني ممكن تاخذوا في الفطور، ممكن تاخذوا مع العشره، ممكن تاخذوا في الغداء، ممكن تاخذوا في العشيه، ممكن تلاح يتخذ دابا 4-5 المرات في النهار. علاش؟ لانه اولا غادي يجيب لي هذيك المكونات الغذائيه اللي مهمه بالنسبه للجلد، وثانيا غيجيب لي الماء كذلك اللي مهم بالنسبه للجلد ديالي، خصوصا الناس اللي غيمشيو للبحر. راه ديك العادات اللي كنا تنديرو تندو معنا دلاحه ولا تندو معنا بالتيخه، عادات اللي هي ايجابيه. علاش؟ لانها ليدغاتاسيون اللي هضرنا عليها قبيله، البيتا كاروتين اللي هضرنا عليها، الليكوبين اللي كاين في الدلاح، هذه كلها مكونات غذائيه. غير نجمعوا الزبل من بيت كيف ما غادي يقولنا دكتور فؤاد الزهراني. نعم وهذه مساله ديال الزبل تنظن انها خاصنا نتجاوزوها، راه تنحشم نتكلم عليها. نهضروا عليها حشومه نهضروا عليها، ولكن خاصنا نتكلموا عليها لان راه ما لا خاصنا نتكلموا عليها، ولكن ما بقاش ممكن نشوفوا هذاك الشيء ونسكتوا عليه للاسف. للاسف فهاد الاخذ ديال سميره اللي قلت الان ديال الاستهلاك ديالها اللي مهم بالنسبه للجلد ديالنا، كاين الفلفله مثلا، الفلفله عامره بالفيتامين سي ولكن بدون مقليه في زيت، وتجي لذيذه مقليه واعره. هذيك اللي تمشي للبحر مع كاين هناك الفواكه الجافه، ملي تنهضروا على اللوز، ملي تنهضروا على القرقاع، ملي تنهضروا على التمر، ما تنهضرش على الفواكه المجففه. انا دائما تنفرق ما بين الفواكه الجافه والفواكه المجففه اللي هي الشريحه واللي هي السبيب. فملي تنهضر على اللوز ولا القرقاع دائما هذه النقطه تنبغي نشير لها، ما تنهضرش على كيلو في النهار، ما تنهضرش على جوج كيلو في السيمانه، تنهضر على 4-5 الحبات في اليوم، 3-4 الحبات في اليوم بدون اضافه ملح. ملي تنهضروا على الزريعه ديال القرعه، ملي تنهضروا على الزريعه نور الشمس، الزريعه الكحله، فالزريعه الكحله مهمه بالنسبه للجلد ولكن بدون ملح. دابا موجوده، ما بقاوش الناس يقولوا الناس يديروا بلا ملح، ما بقاوش يقولوا الناس ما نلقاوهاش. الحمد لله. دونك بدون اضافه ملح تساعد في الوقايه من المشاكل ديال الجلد، اضافه الملح غتولي غتزيد من خطر الاصابه بمشاكل ديال الجلد، خصوصا ملي تنهضروا على ديزيدغاتاسيون. وبطبيعه الحال ملي تنهضروا على الجلد سميره راه تنهضروا على الشعر، تنهضروا على الاظافر، تنهضروا على مجموعه ديال الامور اللي مرتبطه بالجلد ديالنا. فالمساله مساله بسيطه جدا، هي الاعتماد على الاغذيه النباتيه، الاغذيه الدهنيه النباتيه اللي من اصل نباتي، لافوكا مثلا، واخا ملي تنهضروا على الدهون نورمالمون الاغذيه النباتيه كلها اللي فيها الدهون بحال الفواكه الجافه، الدهون ديالها كلها مفيده، كلها ما غاديش نخافوا منها. غير هو الاستهلاك سميره، انا تناكد على هذه المساله هذه، راه ماشي اليوم كليت الدلاح وكليت السردين وغدا غتعطيني نتيجه ايجابيه. خاص كل مداومه، خاص كل مداومه. هذه النقطه اخرى. كاين امور اغذيه اخرى اللي كذلك اللي هي مهمه، اللي هي اغذيه دهنيه وفيها مضادات الاكسده ومهمه كذلك بالنسبه للجلد، هي الحبوب اللي يمكن اننا نضيفوها. دائما تنقول اننا خاصنا نضيفوها الخبز ولا القرص ولا الحرشه، اللي هي زريعه الكتان والزنجلان. واضح. ضروري سميره اضافه زريعه الكتان واضافه الزنجلان للخبز خلال هذه الايام، اولا نشربوها بالمعلقه لانها تتلعب واحد الدور كبير جدا كذلك بالنسبه للوقايه بالجلد ديالنا من اشعه الشمس. شكرا لك. شكرا لك سميره. سي نبيل عياشي على كل هذه النصائح القيمه. بقوا معنا مشاهدينا، نمشيو لحظه عند دكتور فؤاد الزهراني. ويبدو أن معدل مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمطابقة لمعايير الجودة، مطابقة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغ 88.14%. وهذا خبر زوين نبداو به فقرة بيئتنا اليوم ولا لا؟ بيان سور خبر زوين، لأنه كانوا بزاف ديال الشواطئ اللي كانت الجودة ديالهم يعني ما مقبولش فيها انه يستحموا فيها الناس. بقاو دابا 51 فقط، 51 شاطئ. لا بقاو 51 دوك المحطات ديال الرصد. كذاك. ولكن بالنسبه للشواطئ فكاين 23 شاطئ اللي غير مقبول انه يستحم فيهم الناس، ولا لانه فيهم ما تيستجبوش المعايير الميكروبيولوجيه اللي تكلمتي عليها. حنا نمشيو غير على قد صباحيه الدوزام، بالنسبه بالمقارنه بالعام اللي فات حنا كنا درنا او قدمنا واحد القائمه ديال الشواطئ اللي مقبول العمان فيهم وشواطئ واحده اخرى لا، فكان تغيير من العام اللي فات. كان تغيير، وكان تغيير مهم، لان العام اللي فات كنا تنهضروا على 48 ايجابي، دابا بزاف دازوا المقبول. جميل. يعني دازوا المعدل ديال الشواطئ ولا 23، من 48 ل 23 راه معدل مزيان. هذا تيبين بان كاينه مجهودات في سميره، كاين الناس خذاو بعين الاعتبار يعني السلطات انه خاص هذيك المياه ما يبقاش يترمى فيها اي حاجه، ولكن كما قلتي باقى واحد 23 شاطئ اللي مفرقه على خمسه ديال الجهات ديال المملكه، منها الجهه ديال الشمال كاينين في المنطقه ديال الحسيمه، في طنجه، في تطوان، في المنطقه ديال الدار البيضاء والنواحي، وكذلك في الرباط، وحتى في الدخله كاين واحد النقطه، يعني كاينين بعض النقط
اللي هي ما تتستجبش للمعايير، هذا ما تيعنيش ان ديك الشواطئ غتكون دائما ما غتستجبش للمعايير، وهذا تبدل للاحسن او للأسوأ. وهذا الشيء على داك الشيء اللي غنرميو فيها، يعني على حساب هذيك النفايات ولا على حساب هذيك المياه العادمه اللي تترمى في هذه الشواطئ. هذا التقرير تيكون سنوي، تقرير سنوي واللي دبات عليه الـ يعني الـ الوزاره ديال البيئه، وهذه حاجه ايجابيه. الناس ملي تنقارنوا مثلا في فرنسا راه من 76 وما تيديروا هذه المسائل، مثلا في امريكا كاين وقتاش بدينا تقريبا؟ وبدينا يعني في واحد نقولوا هاد العشر سنوات الاخيره بدات تتعطاو او اكثر، بداو تيتعطاو يعني تقارير اللي تتهضر على الجوده ديال، ما نساوش انه كاين عمل كبير ديال المؤسسه ديال محمد السادس برئاسه لاله حسنة، واللي تدير واحد المجهود كبير كبير كبير، وتتصنف يعني الشواطئ بذاك اللواء الازرق، وهو اللي راسخ في الذهن ديالنا حنا كمواطنين مغاربه، بنضيف والشاطئ نظيف ودابا دايرين حمله ديال شاطئ بلا بلاستيك، بدون بلاستيك، وحمله اللي مهمه لانه دابا ولاو عندنا تقريبا واحد يعني تنهضروا على 28 شاطئ اللي عنده البافيون بلو، حنا تقريبا الثانيين في افريقيا ومكلاسين مزيان في العالم، لان هذا الشاطئ ملي تنقولوا نظيف راه تيستجب لجميع المعايير ماشي غير ديال المياه. وشنو هي المعايير ديال ديال شاطئ نظيف؟ الخدمات، الجوده ديال المياه، ديال الاستحمام، الرمله تاهي تتخبي الاعتبار الرمله، لان الرمله تدار في التقرير حتى هو. دونك هذا الشيء كامل تيخلي بانه ملي غتمشي لذاك الشاطئ فتيكون انه فيه ذاك اللواء الازرق، وكاين لواءات اخرى ولكن اللواء الازرق هو الطوب، وهذا تيعني بانه راه الحمد لله 28 شاطئ راه مساله مزيان، يعني درنا مجهودات حنا كسلطات لكن كذلك كمواطنين. وبغينا عاوتاني مره اخرى في هذا العام هذا نعطيو لي زيكو جيست لكل هاد المواطنين اللي غادي يمشيو يتبحروا، كانوا جايين من خارج ارض الوطن ولا كانوا في داخل ارض الوطن، شنو هما الحوايج اللي خاص ضروري يديروهم واللي خاص ما يديروهمش؟ قبل ما نتكلموا على لي زيكو جيست سميره، لان ما تكلمنا على المؤسسه وعلى اللواء الازرق مؤسسه محمد السادس، فهاد العام داروا اوبجيكتيف ديال كل بلاج ياخذوا منه 10 طن ديال البلاستيك. راه شتي داك الازبال اللي تتكون في الشاطئ تقريبا 88% منها كلها بلاستيك. وهي السبب ديال كاع التلوث اللي كاين، وتيعطي تلوث للاسماك، وتيعطي تلوث يعني الرمال، لان كاين تلوث ديال الرمال فيه الازبال، وفيه حتى الفطريات، ولكن الفطريات ماشي شي حاجه اللي يعني اللي تضر بزاف. المهم هو انه ديك الازبال الصلبه ولا ديك النفايات الصلبه هي اللي تتبقى تبان في الشاطئ، وهي اللي تتعطي واحد المنظر يعني مام ديك لا بوليسيون استيتيك اللي هي ديال العين، فالعين الا شنا واحد تيضر في الخاطر، بوليسيون نقول لك ديال القلب، القلب تيضر ماشي غير العين. وهنا فين كاين هذه الحمله ديال الشواطئ بلا بلاستيك، يعني تنحيوها واللي غتعطي واحد المفعول ديالها كبير. واخا شنو تعني بهذه الحمله؟ واش شنو غيطرا في الحمله؟ انخراط ديال السلطات مع انخراط ديال الجمعيات وديال المجتمع المدني، يعني بالرئاسه ديال المؤسسه، باش انه يكون جمع ديال 10 ديال على الاقل 10 طن ديال البلاستيك في هذه الشواطئ. واش ممكن الشباب يتطوعوا في هذه الحمله؟ بيان سور تيتطوعوا، لان المجتمع المدني كاين جمعيات ديال الشباب، كاينين يعني هما اللي خاصهم يتطوعوا. وعاد نجيو للمواطنين، هنا فين غنرجع للسؤال ديالك. المواطن خاصو يكون واعي بالدور ديالو، خصوصا انه المواطن تيبغي يمشي يستحم في بلاج اللي غتكون شاطئ اللي غيكون مزيان ما فيهش يعني النفايات، ما يخاف انه حتى الا قالوا ليه هذاك راه فيه تلوث تيخاف انه يمشي له، فتا هو تيساهم في ذاك التلوث، خاصو هو ما يمشي لتما، يعني ديك النفايات ديالو يديرها في اكياس بلاستيكيه ولا في الاكياس اللي عنده. كاينين اماكن ديال الرمي ديال هاد النفايات، ولا ما كانوش حيت بهذا الاختصاص ما تيكونوش، الا ما كانوش غادي نحاولوا نجمعوهم بعدا ما نخليوهمش مشتتين، نجمعوهم ونجيو لواحد المكان ونحطوهم، شتي حتى ملي تنحطوهم في شي ما تنقولش تنسهلوا المأمورية، ما تنقولش خاصنا نديروا نقط سوداء، ولكن ما يمكنش ما يكونوش في الشاطئ. وهذه يعني الحل الامثل هو ان تجمع الزبل ديالك وديه معك حتى انتيا كيف ما كنتي غير نطلعوا في الشاطئ، راه تيكونوا ديك ربما ما يكونوش في الرمال، ولكن غير تنطلعوا تتكون ديك القمامه فين يمكن نديروا هاد النفايات. دونك المواطن عنده دور كبير، ولكن حتى الدوله عندها دور كبير ايضا، لان ما هضرنا دابا على التحسن ديال هذيك 48 زادت 23 بفضل السلطات. علاش؟ لان دابا تيداروا محطات ديال المعالجه، دابا ما بقاش عندنا الحق اننا كل مدينه تلوح النفايات ديالها السائله، يعني ذاك الواد الحار المياه العادمه، وتلوحها في الشاطئ. وهنا كاينين بزاف ديال لي بوان نوار هما اللي تيخليو هذا التلوث يكون، يعني ذاك المحطات ديال الرصد، فبعض الاخطرات تاخذ في ذوك لي بيك، يعني مي تيكون
يعني داك المياه كامله تنرميوها تنخويوها في الشاطئ، فبطبيعه الحال هنا غادي تلقاو بان كاينين دوك الباه هضرنا عليهم لي باكتيري ولا الميكروبيولوجي، وهضرنا خصوصا على لي شيريشيا كولي ودوك وعاد يعني باش النفايات الصحيه حتى هي اللي تتمشي الدوايات اللي تتخرج حتى هي. انا بغيت نرجع معك دكتور فؤاد الزهراني، دكتور الزهراني نرجع معك الحلقه من الحلقات ديال صباحيه الدوزيام كنا تكلمنا على الشرطه ديال البيئه، واش من المهام ديالها الشواطئ حتى هي ولا لا؟ الشرطه ديال البيئه بطبيعه الحال هي الشرطه ديال البيئه تابعه لوزاره الماء، هذا كاين قانون الساحل، ولكن يعني كاين بحال دابا انا كمواطنه شفت سلوك غير لائق، ولا شفت الناس تيلوتوا ولا تيستغلوا هذيك الرمله ولا تيديروا شي حاجه اللي تضرب البيئه. بيسر نعلم السلطات لهم ولا لا؟ ونعلم السلطات، نعلم الشرطه ديال البيئه، الشرطه ديال الماء، نتصل بهم، عندهم واحد الرقم اخضر نتصل بهم، ولكن احسن حاجه هي نحاول نوعي ذاك المواطن. انا تنقول نهضر مع ذاك المواطن ونهضر معاه غير بواحد الطريقه اللي هي سلسه، وربما غياخذها في المره الاولى يعني بواحد النظره خايبه، مي غيهضر معاه مواطن اخر وغيهضر معاه مواطن اخر تيشوف بان راه العيب فيه. اللي مزيان هو خاصنا كاملين نهضروا، ماشي نخليو واحد تيهضر وحنا تنشوفوا بهذاك المنكار ديال ان النفايات اللي جات يرميها. مي غنتكلموا كاع المواطنين حنا بيدينا نفكوا المشكل، ما محتاجينش يعني ان تدخل السلطات باش ويقولوا لواحد، وما محتاجينش ناس واحد اخرين غرباء يجيو يعيبوا فينا. شكرا لك دكتور فؤاد الزهراني على كل هذه النصائح. غادي نمروا الى سمحتي وبدون وصل للفقره المواليه مع ضيفنا رئيس المجلس الوطني لهيئه الموثقين بالمغرب السيد هشام الصابري. إذا أستاذ هنيئا لكم أولا على شرف رئاسة هذا المجلس قبل أيام قليلة. شكرا لكم. جينا في الوقت المناسب ياك. أكيد أن المهمة ماشي سهلة بنظر الإكراهات وكل هالتحديات والمشاكل اللي تتعرف لها المهنة ديالكم اليوم. قبل ما نفصلوا في هادشي كله بغينا نقربوا المشاهد من الدور الأساسي للموثق، واش كيتكلف فقط بتوثيق العقود ديال العقارات من أراضي منازل وغيرها كيف ما هو شائع عند الناس، ولا يعني الامر اوسع من ذلك؟ دونك شكرا اخت سميره على السؤال. اول حاجه لابد من التعريف بالموثق، ما هي الموثق؟ الموثق هو موظف عمومي يمارس مهنه حره، الدور ديالو هو اضفاء الرسميه على العقود اللي كيتلقاها واللي القانون تيلزم الطبيعه ديال العقود الطابع الرسمي، وايضا إدفاء الرسمية على جميع العقود للأطراف هما كيختاروا من تلقاء نفسهم أنه يمروا عبر عقد رسمي. بالتالي مجال الاختصاص هنا من خلال القانون ما كيبانش بأنه محدود في حدود المادة العقارية، بل أنه متسع لجميع الاختصاصات وجميع المعاملات وحتى الاتفاقات الرضائيه اللي ممكن تتم بالاطراف. مزيان، عندنا نظره شامله دابا على العمل ديال الموثق، ولكن كاين واحد النقطه التلاقي ما بينكم ما بين الموثقين ما بين العدول، فين كيتلاقى تتلاقى مهنه العدل مع مهنه التوثيق وفين كيتخالفوا؟ هو النقطه التلاقي كاينه في الصبغه الرسميه للوثيقه في الشكل، ولكن كنختلفوا من حيث المضمون. أول حاجة أنه العدول مجال الاختصاص اللي كيمارس فيه بشكل كبير هو كل ما هو الشرعي، الزواج، الطلاق إلى غير ذلك، وأيضا كل ما هو عقار غير محفظ، في حين أنه كل ما هو عقار محفظ وكل ما هو معاملات تجارية أنه يرجع لالتجاء الموثق أكثر. يرجع يعني لمشينا عند العدول ماشي ماشي خطأ، ماشي ممنوع، ماشي ممنوع، ماشي ممنوع، ولكن يرجى أنه اللجوء الموثق نظرا لما يضفيه اللجوء الموثق من حماية للمتعاملين لا من حيث الضمانات اللي توفرها الموثق، لأن بطبيعة المهنة ديالو أنه المهنة الوحيدة اللي عندها الإلزامية النتيجة لدى الموثق، في حين أنه جميع المهن بدون استثناء بما فيها العدل، بما فيها العدل، بما فيها أي مهن أخرى أيا كانت مهن، أي مهنة أخرى، خذي كاع المهن اللي كاينة. الموثق يتميز بهذه القضية. المهنة الوحيدة اللي كاينة في التشريع المغربي اللي فيها الإلزامية النتيجة هي عند الموثق، في حين المهن الأخرى بدون استثناء الطبيب اللي كان محامي أنه القيام
المجهود اللي خاصو يقوم به وفقط بدون محاسبه على النتيجه. واخا هادشي مزيان ولكن ومن اجل ذلك اها تفضل. من اجل ذلك انه القانون اللي كينظم المهنه ديال التوثيق كيوفر هاد الضمانات بالنسبه للزبناء من اجل احقاق النتيجه في حاله عدم تحققها او في حاله عدم القيام ما كان يجب على الموثق ان يقوم به من اجل احقاق النتيجه. فانا مواطنه وما حققتش لي انت كموثق النتيجه، شنو خصني ندير؟ عندك اليه اللجوء، سواء اول حاجه المجالس المنتخبه اللي هي المجالس الجهويه او المجلس الجهوي من اجل تدخل لفائدتك من اجل الحمايه ديال من خلال شكايه تتقدميها من اجل الحمايه. وهذا من بين الادوار ديال المجلس اللي انت رئيس ديالو دابا. هذا ما بين الادوار ديال المجلس الوطني وديال المجالس الجهويه، كاين 13 مجلس جهوي في المغرب، انه في كل جهه فيها رئيس مجلس جهوي وفيها اعضاء اللي كيشتغلوا معاه، والدور ديالهم هو التدخل في حاله كان المشاكل من خلال المقتضيات القانونيه اللي كتعطيهم سلطه المراقبه وسلطه التتبع من اجل احقاق هذه النتيجه. جميل. انا كمواطنه وقع لي مشكل ما حققتش ليا هذاك الشيء اللي وعدتيني به كموثق، درت بغيت نمشي لهاد المجالس، بغيت نعرف واش سياسة القرب خدمتوا عليها ولا لا؟ يعني واش إلى أي حد يعني واكبتوا التطور التكنولوجي؟ واش أنا كمواطنة يمكن لي غير عن طريق العالم الرقمي نتبع المسطرة ديالي بلا ما نتحرك يعني ذاتيا؟ ممكن أنك تصلي بنا غير فقط برسالة عبر الميل موجهة لسواء المجلس الجهوي والمجلس الوطني، وكناخذوها بعين الاعتبار اون لا تخيت سور بلاس. اكسلون اكسلون. اي اون ميم طون كاين تدبير اخر اللي دار على المستوى الرقمي اللي دارته المحافظه العقاريه في اطار خدمه محافظتي، انه اي واحد كيجيه في حاله الى تمت شي عمليه بخصوص العقار ديالو كيجيه ميساج اللي كيجيه في التليفون ديالو تيقول ليه تيعلمو بانه تمت عمليه بخصوص العقار ديالو. يعني انا عندي ارض وشي واحد بغى ياخذ عقد العقد الملكيه، غادي نتعلم بان شي واحد تيرى العقد الملكيه ديالي. لا ماشي من حيت اول حاجه الا بغى شي واحد ياخذ عقد الملكيه جينيرالمون ما تيعطيوش ليه لحقاش خاص الطلب ديال المعني بالامر او المهني، بالتالي ما غاديش ياخذه. اللي يجيك فيها لو ميساج هو انه في حاله الا تمت شي معامله انه تباعات ولا جاك دار عليها شي حجز مثلا ما خلصتيش الضرائب وجاتك حجز ديال اداره الضرائب، كيجيك لو ميساج انه كل ما هو تقييد في الرسم العقاري ديالك كيوصلك عليه ميساج اللي كي. وحنا الدور ديالنا انه جميع المعاملات اللي كنوثقوها كنعطيو من اجل تطعيم ديال هاد المهنه في اطار العلاقه ديال التكامل اللي كاين ما بيننا وما بين اداره المحافظه العقاريه الوكاله الوطنيه للمحافظات العقاريه، اننا كنطعموا لا باز دو دوني ديالها بالارقام ديال الزبناء، بالتالي اي متعامل مع الموثق كناخذوا الرقم ديال الهاتف ديالو اي اون ميم طون كنعطيوه للمحافظه العقاريه باش هي من خلال خدمه محافظتي كتصيفط ليه لو ميساج بانه تم عمليه البيع بخصوص العقار اللي كنتي كتملكو او كراء طويل الامد او القبيل تقييد او رهن او اي ما يمكن ان يقيد في الرسم العقاري. واخا غنستغلوا الفرصه ديال شرف الحضور ديالك معنا استاذ في بلاطو صباحيه الدوزه باش نتكلموك على واحد الظاهره اللي تثبت في ماسي ديال العديد من المغاربه خصوصا مغاربه العالم، النصب والاحتياليه ظاهره ما يمكنش نغفلوا عليها. علاش في نظركم هذا الاستفحال ديال هذه الظاهره؟ واش كاين قصور او ثغرات في القانون المغربي؟ هو أول حاجة أنه استفحال هذه الظاهرة جاء مع التطور اللي مشى فيه العقار في المغرب، أنه إلا شفتي هذه السنوات الأخيرة قبل من لا بيريود ديال كوفيد أنه كاين المعاملات العقارية العدد ديالها بدا كيكبر بدا كيتزاد، والناس بدات كتلتجأ للاستثمار في العقار بواحد الشكل بواحد الوتيرة كبيرة ابتداء من 2009، والوتيرة ديال الاستثمار في العقار والثمنات ديال العقار غداو كطلع. دونك بالتالي هاد الرغبة في الاقتناء كتخلي الناس أنه كيمشيو كيقتنيو ولا كيديروا سورتو دي ريزرفاسيون ولا دي كومبرومي دو فونت من خارج الضوابط القانونية. دونك وهنا كاين الدور ديال المنعشين العقاريين الى اي حد كيحترموا هذه الضوابط القانونيه. اذا
هنا الاشكال فين كاين؟ كاين في العقود القبليه، ما كاينش في العقود ديال البيع، في المعاملات قبل العقود ديال البيع. واش نقدروا نلجؤوا للموثق من اجل الاستشاره مادام هو يعني وصفتي المهنه ديالو ك اضمن مهنه ولا اضمن خدمه يقدر يقدمها للمواطن، نقدروا نستشروا معاه قبل من نطلعوا على هذه العقود. هذه ما بين الواجبات اللي منصوص عليها في القانون، واجب النصح بالنسبه للزبناء. هذا واجب على المتاجر انه يقدم هذه الخدمه لفائده الزبناء ديالو. غير هو اللي كاين انه الواجب النصح يؤدى من خلال القانون اثناء المعامله، المعامله العقاريه ولا المعامله التجاريه، باش تشرح للزبون قبل ما يوقع العقد اشنو ما ممكن يترتب على الاثار اللي ممكن ترتب على العقد والالتزامات لكل طرف بخصوص ما سيقدم عليه من خلال توقيع العقد. اذا استاذ عندكم دور باش تمنعوا وقوع بحالة النصب؟ في حالة انه لجا عندنا شي حد ما يمكنش نبخلوا عليه بالنصيحه. هذا واجب خاصو غير يجي عندكم. شوف هذا واجب مهني وهذا واجب وطني، والمهنه منخرطه في هذه المهنه. أنا نقدر نزم عليها بكل نزم في هذه النقطة هذه بأنها منخرطة في هذا التوجه، لا سواء المهني ولا الواجب الوطني ولا الإنساني. ولا الإنساني، كل ما هو وطني فهو إنساني. تماما دونك حنا في بلاتو صباحية الدزام بغينا نستغلوا عاوتاني مرة أخرى على الحضور ديالكم معنا أستاذ باش نعموا هذه النصيحة، وبغينا تعطينا شنو هما الخطوات اللي خص يديرها ويتبعها ويتأكد منها الشخص اللي باغي يقتني ويشري عقار باش ما يطيحش في شباك هذا المافيا نقدروا نقولوا. الخطوة الأساسية هو أنه الإنسان ما يفكرش فقط في إذا مشيت عند الموثق وجيت ندير الوعد في البيع راه غنخلص غتزاد عليا 2000 درهم ولا 2500 درهم. نهار نحيدوا هذه الثقافة ديال في التعامل مع المهنيين ومع لي بريستاتير سيرفيس أون جينيرال، بأنه كنتعاملوا معاهم بالأتعاب ولا شحال نخلص ليه، كنكون حميت راسي. لان الناس الاغلبيه اشنو تتلقى؟ تدار عقود عرفيه من خارج الضوابط القانونيه، غدا بعد غدا تتلقى بانه هذاك السيد اصلا العقار ماشي ديالو وكيبيع فيه. وهذه مسائل اللي شفناها واللي عاشوا اللي كانوا الضحايا ديالها، حالات كثيره اللي راه الضحايا ديالها جو بونس راه تناقشوا على مستوى جميع ديال الاذاعات ولا في الرائد ولا والملفات ديالها راه جا في المحكمه، ناس ماشي ملك ديالو كيبيع ودير مشروع وحل البروجي وغادي للسماب ودير لي ماكيت وكيبيع ويحضر. وحنا تنفكروا في هذيك 2500 درهم ديال الموثق، ما تنفكروش شنو غادي نربحوا حنايا كضمانات. في حين انا نمشي عند الموثق ياخذ شهاده الملكيه غيقول ليه واش انت كتملك؟ ما كتملكش، عندك صفه المالك باش تقدر تدوز للخطوه الثانيه اننا نباشروا معك الاجراءات ديال التحقق الاخرى. اما النقطه الاولى راه هي هذه، النقطه الثانيه هو التحقق من الهويه. اننا خصنا نعرفوا واش هذاك السيد هو فعلا الشخص الحقيقي اللي تيبيع، خاصه كنعرفوا بانه داز واحد المرحله ديال العمليات ديال السلع على عقارات، لا سواء ديال الاجانب ولا ديال المغاربه، ببطاقات بطائق وطنيه مزوره. يلا. اليوم في اطار مشروع ديال الرقمنه اللي مشات فيه مهنه ديال التوثيق، درنا اتفاقيه مع الاداره العامه للامن الوطني، واي مواطن اي زبون ولا متعامل مع الموثق ممكن اننا نعرفوا الهويه ديالو من خلال لاكارت ناسيونال، كان سوا بليكتور سوا بالبصمه ديالو، وكتجينا المعلومات بخصوص هذا الشخص واش هو فعلا الملك الحقيقي او لا. عاد كندوزوا لمرحله اخرى اللي هي كل ما هو ضرائب وما هي التزامات. يكفي اننا نمشيو للناس المختصين في المهن ديالهم باش نضمنوا الحقوق ديالنا ونرجعوا الثقه في الاطر ديالنا وفي المؤهلات ديالهم باش يحميونا ويحميو الحقوق ديالنا. شكرا لك استاذ هشام الصابري رئيس المجلس الوطني لهيئه الموثقين بالمغرب، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بقوا معنا مشاهدينا، نختم حلقة اليوم مع فقرة دردشة.
برشاشة اليوم هي دويتو غير متوقع، دويتو يجمع ما بين أيقونة الملحون، أيقونة الشجوري في المغرب، وكذلك نجم مجموعة فناير سي خليفة الفنان موسى ألق. مرحبا بكم معنا. نهار كبير هذا. الله يبارك فيك. بوجود بوجودكم. ربي يخليك. صافي بليزير. كيفاش فكرتوا تجمعوا جوج في عمل واحد؟ كيفاش من الفناير ومن السهرات ديال الملحون وديال الطرب فكرتوا انكم تجمعوا في عمل واحد؟ هو الصراحه بعدا تجمعنا في الدار الكبيره اللي هي دوزام في اطار برنامج نكتشفوا بلادنا، وتماك داز واحد لو فيلين زوين وهدرنا ارتستيك اكزاكتومون، ولقيت بان كاين بزاف ديال لي زارتيست الحمد لله في المغرب، ولكن قليل اللي كتلقى شي واحد كيجمع بين لارتيستيك وحتى في لو كوتي بيرسونيل كيكون ساهل في التعامل كيكون، وهذا مهم بزاف الكواليس ديال الخدمه يكونوا مزيانين. انا اللي تنشوف القاسم المشترك بيناتكم هو الكلام. الكلام بصح الكلام، لان انت في الملحون القصائد الملحون، وانتيا كذلك تتبدع في الكتابه كذلك ما شاء الله. دونك جمعتوا في عمل تيتسمى ما تسولونيش علاش. ما تسولوش علاش على هذا الشيء هو اللي قال هو الكلام ديالك السي خليفه. الكلمات الالحان نقول لك بالنسبه لما تسولوش علاش، هي قصه الحب اللي كتكون سانسير، تكون من القلب، وتيكونوا فيها بزاف ديال الحويجات اللي ما مفهومينش. يعني ما تسولونيش علاش كنحماق عليها، علاش كنبغيها، وما تسولونيش علاش انا كنبغيه، لان كاينين شي حويجات اللي تحت السطوره تنعرفوهم غير حنا بعضياتنا. داك الشيء علاش قصه الحب خاصها تكون كتعبر على اشف المكنون ديالك الداخل ديالك، وخاصك تكون واضح مع نفسك. وداك الشيء علاش ما تتسنى حتى شي واحد يحكم عليك، تتقول بلا تسولونيش علاش، لانني انا اللي خديت القرار في هذه القصه هذه. القاسم المشترك بيناتكم عاوتاني هي الايقاعات المغربيه. وليلى كاينه حاضره ياك، وكاين الايقاعات، كاين غيمات مغربيه هكذا، لكن على العموم العمل هو شبابي، هو يعني تنقولوا في الموجه. الشيء اللي غريب شي شويه على سناء دائما في الترابي، في الثقيل، في يعني الزماني، المنخوي، الشقوري، الملحون. كيفاش سناء فكرت يعني تدير هذه الخطوه وتمشي للعمل جريء بحال هكذا؟ هي الحياه ديال لارتيست ولا لا كارير ارتستيك خصها تكون الحمد لله الناس عرفوني في الملحون، ولكن حتى التجارب كيزيدوا كيغني والمسار الفني. درت ان ديو مع لون دي ستار ديال المغرب اللي كيرد البال شنو كيغني، كنشوف كيف قلتي الكلام كيعطي قيمه كبيره للكلام. قلت كنت سايقه 100% بانه ما غادي ياخذ شي كلام كيف ما بغى يكون. من بعد الايقاعات، ايقاعات شبابيه، بغيت باش نقدم شي حاجه للشباب، نوريوهم اون ايستواغ دامور بواحد النظره واحده اخرى. لي ايستواغ دامور ماشي ضروري يكون فيهم لي كونفلي وشد لي نقطع لي كيف كيقولوا، وكلام خايب. بغينا نخرجوا من حاجه كتحس اليوم بزاف ديال، ماشي كلشي ولكن بزاف ديال الاغاني فيهم بزاف ديال الكونفلي، فيهم بزاف ديال بغينا باش نعطيو ان الحب راه حاجه زوينه، استغلوه باش تعيشوا مزيان، ماشي باش تسمموا لو كوتيديان ديالكم. وانا فرحانه بزاف انني درت هذا الرساله نبيله، تنهنئكم عليها بجوج حقيقه. فاش شكون اللي اتصل باللو؟ شكون اللي اقترح على اللو؟ اتصلنا بجوج وهضرنا تقريبا بجوج. هو الصراحه من نهار تلاقينا في ليميسيون كان داز واحد الفيلينغ زوين انا وسناء، وبقينا على بان الضحك هو اللي جمعنا. هو بالموت ديال الضحك. سناء واحدة إنسانة طبيعتها واعرة، وأنا تانا عزيز عليا، أنا مراكشي عزيز عليا نضحك ونبسط. جيتو على القانا. جاتني على القانا. وصافي فاش قلبتو دخلتو شي شوية في التفاصيل كتشفنا في المقطع ديال النقط. أنا تنحترم في الفن ديالها أنها كتعطيه بطريقة، تقدمه بطريقتها الشخصية. داك الشيء اللي حبيت فيها، وداك الشيء اللي حاولنا أن نديرو في الأغنية ديال ما تسولوش علاش، حاولت أنني أن تكون سناء مراحتي تكون هذيك الانسانه اللي ولفوا الناس يسمعوها بالاسلوب ديالها الجميل،
ونحاول نعطيها كلمات اللي ما يبعدوش بزاف على الكونسيبت ديالنا كيفاش كنا تنكتبوا من شحال هذا كفناير وكيفاش وكيفاش حنا كنسمعوا الملحون داير. يعني جيبوا لي العزيز الغالي جيبوه ليا فين ما كان داك الغالي حضر ليا. يعني شي كلمات ساهلين ولكن في نفس الوقت اللي عجبني فيكم واحد تيكبر بالاخر وواحد فن دو لوتر. تبارك الله عليكم، انا فخوره بكم لان بجوجكم عندكم طابع ديال التمغربي تماما وفخورين بها وتتبان في الاعمال ديالكم. مؤخرا سنة شفتك مع اين ريكو ماسياس. وي عاودي لي التجربه اسمح لي عاودي لنا باسكو انا من لي فان ديال انريكو ماسياس. انا انريكو ماسياس الاغاني ديالو ملي وانا صغيره وانا كنسمعهم. الوالد ديالي الله يرحمه كان كيحمق على 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 شي اسطوره سميتها انريكو ماسياس، دونك الاغاني ديالو كلهم كانوا عندي في الكاسيت وكنت كنكتبهم. نهار جاتني لا بروبوزيسيون انني غادي نغني معاه، قلت لهم شوف واخا نوقف غير مع غير في لاسين غير نسلم غير نقول هكا غير اللهم لك الحمد. كنت لا بروبوزي لو ديو راه ما تقدرش تصور الفرحه ديالي كيفاش كانت. انريكو ماسياس خليفه هذا العام ديالي الحمد لله يا ربي تكمل ان شاء الله. لا حس بها حس بها. غادي نشوفكم في اعمال واحده اخرى خليفه ان شاء الله. ماذا بيا انا بالعكس لان ارتحيتي للكلام ديال خليفه من غير الكلام. خليفه الناس اللي ما كيعرفوش على على هذا على هذا الانسان اللي كتشوفه متواضع لا هو عنده بعدا عنده واحد الطريقه في الاشتغال زوينه بزاف. كي كل حاجه كيعطيها حقها كيعرف عارف اشنو غادي يدير باش غادي يبدا وباش غادي يسالي ستركتوري في الخدمه ستركتوري بزاف في الخدمه. حتى في لا شونسون ياك لا شونسون ديالو حنا كنعرفوا بين لي زارتيست فاش كيكون ان ديو كل واحد كيبغي يبان على الاخر كل واحد كيبغي ياخذ مساحه اكثر وحتى كون خدا مساحه اكبر غادي نقول الاغنيه ديالو لا غادي نعذرو با مال. دابا انت تقوليها اسمح لي قطعتك شفت بان كاين توازن توازن في الكليب فاش شفتو كاين توازن حتى في لا شونسون حتى في لو كليب كنت كنقول له نشوف عافاك لو كليب نشوف كيفاش بنت في لو كليب. قال لي شوف اسنا انا راه ليماج ديالك كتهمني انا اكثر ما كتهمك انت. دونك في لو كليب كيف كنت انا باغيه نبان بنت ما حيت شي خطرات تقدر تو بوت لاشي في لو كليب تكون ولكن حسيتي بحال السند ديالك معاه عارف كيشوف بالشوفه ديال الجمهور وهذا الشيء هذا هو اللي احترمت فيه. المهم هو النجاح ديال البروجي ديالنا لان حنا خصنا نكيليبريو بيناتنا. خصني انا حيت كيما الا ما كبرت بها وليماج ديالها طلعت كيفاش غادي يطلع ليماج ديالي حتى انا. يعني خصنا واحد الميزان. دونك حاولت انني نبقى في وسط نبقى بين الميزان. والصراحه سناء ما يمكنلكش انك تفاداها ولا انك ديباسيها وانك تخلي لها شي شويه. فسناء ما تتسخاش انك تسمعها. يعني انا براسي فيها تعجبني والله الا غير ضرافات لا كتسمع على الصوت رائع الاداء رائع الحضور ديالها رائع. يعني كنتي فان ديالها افون كنتي تتبع العمل ديالها. انا سناء كنت تتفاجئ دابا تتلقاني تتلقى في لي ستوري ديالي الاغاني ديال اللي كتغني في الملحون وداك الشيء شوف بانه كان متبعك من شحال هذا انا سناء انا عندي لي سي دي ديالك فاش كنتي باقا صغيره غير ما تقولش الكاسيت باش الناس ما يحسبوش يقول هذه من عند الكاسيت ولا كيما عندي لي سي دي. لا لا لي سي دي فوالا حتى حنا من عند لا سناء غنيه عن التاريخ تبارك الله. في ديورنا كنا كنسمعوا ليها من شحال هذا. انا الوالده ديالي كتعجب صراحه كل ما غادي كتجيني كتمثل الفن المغربي الراقي بارتو تو مون. وانت كذلك خليفه لا تقل شانا عليها ما شاء الله وقيمه فنيا طبعا. فتبارك الله عليكم فخورين بكم ونتمنى نشوفكم مره اخرى واحده اخرى يعني في اعمال جديده اللي فيها الكاشي المغربي ان شاء الله. دائما لا دائما الكاشي كاين كاين معنا سناء وما يكونش الكاشي مادام كتكون مواكبه اعلاميه بهذا المستوى هذا الشيء كيزيد كيشجعنا باش نخدموا. وكنشكركم وكنشكر دوزام على هذه المواكبه وعلى هذا الاهتمام. هذا واجب سناء ادرى مني هذا واجب ويعني حنا معولين عليكم باش تاخذوا هذه المسؤوليه ديال نصحوا الكلام المغربي في الاعمال الفنيه. المغرب ديالنا كاملين واضح. شكرا لكم على سلبيه الدعوه الصباحيه الدوزام فرحتونا ونورتونا. مشاهدينا هكذا تتسالي حلقه اليوم نتلاقاو بكم غدا ان شاء الله. وغادي نتكلموا على مافيا التاشيره مع الاستاذه خديجه الروقاني في نافذة القانونيه مع ليلى حديوي غتكون معنا المصممه حفصه بوغرين جايانا من مدينه مارسيليا الفرنسيه في قفطان صباحيه الدوزام. تابعنا الكل والمزيد دائما في برنامجكم الاسري واليومي بامتياز صباحيه الدوزام. الى اللقاء.